بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، نتابع فيها كافة التطورات والمستجدات. البداية من الشأن المحلي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار سعي المؤسسة لتقديم حلول عملية ومستدامة لدعم الفئة المتوسطة والأكثر احتياجا. هذا وشهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على جميع منافذ مؤسسة حياة كريمة في أنحاء الجمهورية، وسط إشادة كبيرة من جميع المواطنين بجودة أنواع اللحوم والدواجن. كما تعمل المبادرة على دعم الإنتاج المحلي، حيث تسهم في دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج. شهدت مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة إشادات كبيرة من المواطنين بجودة الأنواع المقدمة في المنافذ. كاميرا إكسترا نيوز رصدت تلك الإشادات في محافظتي القاهرة والجيزة، نتابع. النهارده متواجدين في مدينة أطفيح قدام منفذ بيع اللحوم المدعمة من مؤسسة حياة كريمة، دعم من القيادة السياسية. الحقيقة متواجدين من الصبح في مدينة أطفيح، في إقبال على اللحوم بسعر 185 جنيه للكيلو والفراخ ب 112 جنيه. الأسعار دي تقريبا أقل من سعر من نص سعر السوق المتواجد في السوق. في إقبال كبير جدا، ردود الأفعال إيجابية. مؤسسة حياة كريمة كانت حريصة إن هي تلبي طلب المواطنين بتواجد منافس بيع اللحوم المتحركة في مدينة أطفيح وكمان في عموم مدن ومراكز الجيزة. النهاردة إحنا ملاحظين آراء الناس على الإقبال، الناس مبسوطين من أسعار اللحوم، بالأخص إن اللحوم المجمدة بره ب 280 جنيه، إحنا النهاردة بنوفرها ب 185 جنيه، فإحنا بنحاول إن إحنا نخفف العبء عن كاهل المواطن. إحنا واقفين من بدري بنحارب الغلاء وبنحارب الأسعار الغالية. المواطنين بجد مبسوطين، وإحنا طبعا مبسوطين عشان الناس مبسوطة، وفي إقبال شديد جدا وفرحة من الناس على اللحمة مقارنة بسعر اللحمة بره، فالناس منجذبة للحمة هنا وخامة اللحمة كويسة، وفي نفس الآن بنقدم حاجة كويسة للناس بنقدر إن احنا نفرحهم. أنا رأيي 10/10، والله خفضت عني 200 جنيه، يعني اللحمه بره ب 380، ان هنا ب 180 ده خفض 200 جنيه. فرق شاسع من 185 ل 360 350، الفراخ حاجه و80، فرق شاسع جدا طبعا. انا بعتبر ان اطفيح كلها كانت لحمه من بتاعه مبادره السيد الرئيس، ومن حوالي 15 يوم كان في مبادره برضو للادوات المنزليه للادوات المدرسيه وحلاوه المولد، فانا حابين نشكر سياده الرئيس دايما
في كل مشاريعه بيساعدها في الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره، عشان بجد فعلا احنا كلنا معاه. النهارده الحمد لله اشتريت لحمه من حياه كريمه بسعرها كويس جدا، سعر الكيلو 185 جنيه، وما شاء الله بيقدموا لنا خدمات جميله حياه كريمه، وان شاء الله يعني ربنا يقويهم ويقدموا اكتر واكتر للبلد هنا اطفيح والحاجات اللي بينزلوها والدعم اللي بينزلوه للمواطنين. احنا النهارده نازلين بعربياتنا تبع مؤسسه حياه كريمه، بنخدم اهالينا في حي المرج. النهارده عندنا انواع لحوم، والنهارده كان نازل لنا فراخ، بقالنا 5 ايام طبعا بسبب طلب الجمهور لينا. احنا عندنا نوعين من اللحمه، نوع مستورد بعامل 185، ونوع بلدي عامل 210. والنهارده الحمد لله كان الاقبال شديد، بقالنا 5 ايام طبقا للمواطنين وطلباتهم. طبعا احنا شغالين يعني لخدمه المؤسسه. احنا في حي البركه دلوقتي، احنا مبسوطين جدا ان احنا المبادره نزلت لنا حياه كريمه. اللحمه جميله جدا، والرخص طبعا الحمد لله حاجه حست بينا. اللحمه عامله 185 جميله جدا، احنا جربناها. عبر الهاتف للمزيد ينضم إلينا دكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور خالد، برحب بحضرتك في البداية إلى هذه التغطية. يمكن كنا بنتابع آراء المواطنين، وفي فرحة في الحقيقة من تواجد حياة كريمة وبمبادراتها المختلفة في أماكن في الحقيقة مختلفة في نطاق الجمهورية. أهمية تواجد حياة كريمة بمبادرات مختلفة بتلبي متطلبات المواطن بشكل كبير يا دكتور. في البداية صباح الخير لحضرتك، صباح الخير للسادة المشاهدين في كل مكان، وصباح الخير لحياة كريمة اللي قدرت فعلا أن تلبي طموح كثير من أهلينا في كل قرى ونجوع وفي كل أحياء مصر، أن تلبي لهم احتياجاتهم المعيشية الضرورية، وخصوصا من اللحوم والفراخ اللي هي أصبحت النهاردة لغلو سعرها ولحركة التجار الجشع. بعض من التجار الجشعين اللي هم بيقوموا برفع الاسعار، اعتقد ان حياه كريمه مبادره هادفه نحو تحقيق الامان الغذائي من اللحوم ومن الدواجن لكل المواطنين في كل ربوع مصر، واعتقد ان ده يعني يحسب لحياه كريمه ومبادرتها الكريمه في ذلك. ويجب يعني بستغل هذا المنبر وبقول ان يجب على حياه كريمه أن تلبي طموح واحتياجات المواطن المصري في كل ربوع مصر من خلال قواعد وليس قوافل، قواعد ثابتة دائمة طول أيام الأسبوع بتوفير كل هذه المنتجات، حتى يشعر المواطن باحتياجاته موجودة ومتوفرة بشكل كامل طول أيام الأسبوع على مر الشهور وعلى مر السنة، علشان فعلا هو ده مطلب لكل جموع المواطنين ان تكون موجوده، لان حياه كريمه فعلا بتقدر تحقق حلم كل هؤلاء. في الحقيقه دكتور خالد، يعني واحنا بنستمع لاراء المواطنين كان في اشاده بتواجد حياه كريمه وتوفيرها للسلع، مش بس اللحوم والدواجن، وهي كانت موجوده في مختلف المحافل او يعني اللي بيمر بيه المواطن، سواء مع بدايه دخول المدارس بيبقى في مبادرات ليها علاقه بالادوات المدرسيه، في المولد النبوي الشريف في مبادرات لحلاوه المولد بتنزل باسعار برضو يعني تكون مخفضه بشكل او باخر. يعني حياه كريمه وان كان ليها اولويات بتراعي فيها المواطن، ولكن برضو ده بيتماشى بشكل كبير مع متطلبات المواطن. هستمع في الحقيقة دكتور خالد لإجابة حضرتك، ولكن يجب أن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا، حيث بدأ رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة الأقصر. إذن من جديد مشاهدينا الكرام، نعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا، حيث بدأ رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة الأقصر. من جديد أعود لدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور خالد، يعني كنا بنتحدث عن فكرة الأولويات لدى حياة كريمة مع النظر لمتطلبات المواطن وللشارع المصري بما يتماشى مع الأحداث، خلينا نقول
أو المواسم أو الأعياد. الحقيقة حياة كريمة ينظر لها المواطن المصري النهاردة بكثير من التفاؤل وكثير من الحب لما تقوم به من قدرات لتلبية احتياجاته على مدار العام في كل الأعياد وكل المواسم. زي ما حضرتك تفضلتي قلت الملك النبوي بتوفر لهم الحلوى المولد بشدة أسعار تنافسية قبل كل مدارس مستلزمات الكتب أو السلالات المدرسية بأسعار تنافسية. أعتقد أن حياة كريمة جزء من أصبح جزء مطلب شعبي يجب تعميمه في كل بقاع مصر حتى يستطيع أن يجد المواطن المصري البسيط والمحدود ما كل احتياجاته من خلال مبادرات الرائعة والجليلة التي تقوم بها حياة كريمة لتلبية وتوفير كل ما يحتاجه المواطنين في كل ربوع مصر. وأعتقد أن ده يبقى مخرج أساسي للمواطن المصري أن بيجد احتياجاته على مدار العام في كل المناسبات من خلال حياة كريمة حتى لا يتعرض لاستغلال من قبل التجار أو من قبل من يقومون برفع الأسعار بشكل عشوائي. أعتقد أن حياة كريمة بعيدة كل البعض أن هي يكون أسعارها مغالى فيها، بالعكس أسعارها أسعار تنافسية في متناول المواطن البسيط في كل ربوع مصر. أعتقد أن ده هتكون قدرت تحقق إنجاز الإنجازات التي حققتها عبر الفترات الماضية. طيب دكتور خالد، على الصعيد الاقتصادي لما بنتحدث عن مؤسسة حياة كريمة، هذا الكيان اللي بيعمل مبادرات زي ما حضرتك تفضلت وذكرت بتحارب استغلال التجار، من ثم بتعمل حالة من حالات الاستقرار في السوق بشكل أو بآخر، لما بنشوف حياة كريمة برضو بتعمل مشاريع ليها علاقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة للشباب، هل كل ده بيكون ليه تأثير بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي الداخلي للدولة المصرية؟ بيعمل نوع من الاستقرار لكثير من الأسر المعيبة التي ليس لها عائد، وبالتالي بتوفير قروض مبسطة أو مستلزمات للتشغيل أو للتكسب من خلالها أو إيجاد مصادر دخل من خلالها. أعتقد أن ده دور رائد ودور اجتماعي في المقام الأول بتقوم بحياة كريمة لتحقيق جزء كبير جدا من الاستقرار الأسري، جزء كبير جدا من الاستقرار الاجتماعي اللي المفروض بينعم به المجتمع المصري في كل مراحل. أنا بقول بالإضافة للمشروعات اللي هي المفروض إن أنا النهاردة كحياة كريمة أو كصندوق قادر على أحداث الفارق لصالح الاقتصاد المصري وكل تأثير إيجابي لصالح الاقتصاد المصري، يجب أن يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يتبناها في كل المحافظات. كل محافظة تمتاز ببعض المشروعات التي تؤهلها من خلال المواد الخام التي تشتري بها ومن خلال إمكانياتها ومن خلال شبابها ومن خلال تجاربهم ومن خلال قدراتهم. وأعتقد يبدأ الإنتاج كله موجه لحياة كريمة، واللي ممكن حياة كريمة تأخذ تشجع مزيد من الشباب ومزيد من الإنتاج ومزيد من تطوير قدراتهم التأهيلية لإدارة مثل المشروعات الصغيرة المتوسطة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة، إن ده يبقى موجود باقورة، لأن كل اقتصادات العالم الأجمع المتقدم بيكون المشروعات الصغيرة المتوسطة بتمثل مش أقل من 30-40% من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي. أنا الأوان أن يكون لمبادرة حياة كريمة أن تخترق هذه الحقب وتعمل جاهدة من خلال تبني كل هذه المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الأمر، لإيجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب، لاستغلال القدرات الطبيعية والخامات واللي موجودة في كل محافظات مصر، والعمل على تنشئة مناطق صناعية أو تشغيل المجمعات الصناعية اللي الدولة قدرت انها تعملها في اكثر من 15 محافظة من محافظات مصر، وتعمل على تشجيعهم وتأهيلهم وتوفير كل مستلزماتهم، ويكون هذا الانتاج موجه لحياة كريمة لعرضه داخل المجمعات او داخل الافرع الثابتة اللي موجودة، ويجب ان تكون متواجدة بشكل ثابت وبشكل يومي في كل محافظات مصر، علشان نقدر نقول بقى ان حياة كريمة قدرت فعلا تأثر في الشارع المصري وفي المواطن المصري بما يحقق طموحه وبما يحقق كل ما يحتاجه من سلع ومنتجات. تقوم حياة كريمة بفضل مجهوداتها وفضل قدرتها على إعادة توظيف وتأهيل هؤلاء الشباب
من خلال دعم كامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالانطلاق بهم إلى ما يحقق لهم كل ما السلع والمنتجات المطلوب عرضها داخل هذه المجمعات، وبالتالي قدرت حياة كريمة أن توفر ملايين فرص العمل من خلال دعمها لهذه المشروعات الصغيرة، بالإضافة لتوفير كل السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن البسيط داخل المجمعات الثابتة. ويبقى هنا حياة كريمة لها ذراع قوي داخل الاقتصاد المصري، داخل المجتمع المصري، داخل توفير الأمان للمواطن المصري، توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطن المصري في كل ربوع مصر. أعتقد أن ده يحسب للقيادة السياسية ويحسب القائمين على برنامج حياة كريمة. يعني نقدر نقول دكتور خالد بشكل مبسط أنه حياة كريمة في المرحلة المقبلة يجب أن تركز على فكرة التوسع في التمكين الاقتصادي، لو حتى في ديناميكية في اختيار أولوياتها كمؤسسة كبيرة بما يلبي تطلعات وطموحات المواطن، يبقى الجزء اللي علاقة بالتمكين الاقتصادي للشباب أو للمرأة هو الجزء الثابت واللي يجب أن يحدث فيه نوع من أنواع التوسع بشكل أكبر. هو ده بشكل دقيق حضرتك أو جسدي، ويعني هو ده يعني كمواطن هو ده بنظر الحياة كريمة، هو ده هذا الكيان العملاق الذي تولد عملاقا يجب أن يحقق طموحات كل المواطنين البسطاء في كل بقاع مصر. أن الأوان أن ينطلق هذا الكيان العملاق نحو تحقيق مثل هذه الأهداف التي تجعل من الحياة الاجتماعية في مصر حياة يعني توفر لهم الحياة الكريمة والحياة الراغدة وتلبي لهم طموحهم واحتياجاتهم من كل سلع والمنتجات بأسعار تنافسية وبأسعار في متناول المواطن المصري البسيط، ويحد كثير من التأثيرات السلبية اللي بتعاني منها كل الدول نتيجة ارتفاع معدل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار عالميا. وأعتقد أن حياة كريمة لها الدور الرائد في هذا الأمر نحو تحقيق التوازن الساري لكل السلع والمنتجات داخل مصر، ويكون لها الفضل الأول في استقرار الأسر المصرية والاستقرار النفسي والاجتماعي لكثير من الأسر. طيب دكتور خالد، أخيرا وبالنظر إلى الصورة بشكل أوسع، حضرتك استخدمت مصطلح أن حياة كريمة يجب أن تكون ذراع اقتصادي مؤثر في الاقتصاد المصري بشكل كبير، ماذا ينقص حياة كريمة الآن لتكون هذا الذراع المؤثر دكتور خالد، أو ماذا يجب أن تقوم به حياة كريمة في الفترة المقبلة كي تصبح هذا الذراع المؤثر في الاقتصاد المصري؟ زي ما لها ذراع كامل في تلبية احتياجات وعرض السلع والمنتجات بشكل كامل على في كل المنافذ أو سواء متنقلة أو ثابتة في كل محافظات مصر، لابد لها إدارة هيئة مستقلة خاصة بدراسة هذه المشروعات والعمل على توفير الاحتياجات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة في كل محافظات مصر، والعمل على تلبية كل هذه العقبات وتوفير كل التمويلات اللازمة وتوفير المشورة الفنية والتسويقية الكاملة لتحقيق انطلاقة قوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى نجد أن فعلا أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل جزء كبير جدا من الاقتصاد المصري وتمثل رقم في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويكون له مردود إيجابي على ما تحتاجه حياة كريمة لتوزيع مثل هذه المنتجات هذه السلع في على كل الأفرع أو كل سواء الأفرع الثابتة أو المتنقلة في كل مقاع مصر. آن الأوان أن تكون يعني حياة كريمة هذا الصرح العملاق أن يكون له تواجد بشكل أوسع وشكل أكبر وبشكل يحقق الأفضلية لصالح الاقتصاد المصري ولصالح المواطن المصري في كل ربوع مصر، يفخر الجميع بهذا الكيان وهذا الصرح وهذا الكيان القوي اللي قدر فعلا يحقق انطلاقة ويحقق استقرار ويحقق مزيد من الأفضلية على مستوى المواطن وعلى مستوى الوطن. ده أعتقد أن ده جميع يرفع القبعة تحية وتقدير من الآن إجلالا وتقديرا لصندوق حياة كريمة وما يقوم به ممدودات، وما نأمل أن يكون متواجدا خلال الفترة القادمة على الساحة الاقتصادية وعلى دعمه للمشروعات والصغيرة والمتوسطة والتحقيق
الافضل لصالح الاقتصاد المصري، وان يكون ان تكون المشروعات الصغيره والمتوسطه تمثل لا تقل عن تمثيلها من 30 ل 40% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. حياه كريمه قادره على ذلك بما لها من قدرات وبما لها من دعم وبما لها من قوه، تستطيع ان تحقق ذلك. واعتقد عند هذه النقطه يصبح الاقتصاد المصري من ضمن افضل 10 اقتصادات على مستوى العالم، لما تمثل دعم كامل للمشروعات الصغيره المتوسطه نقطه الانطلاق الكبرى لصالح الاقتصاد المصري ولصالح المجتمع المصري ولصالح الدوله المصريه. نعم، انا في الحقيقه بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمه للدراسات الاقتصاديه، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخله. مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة إشادات كبيرة من المواطنين بجودة الأنواع المقدمة في المنافذ. كاميرا إكسترا نيوز رصدت تلك الإشادات من محافظات بني سويف، البحيرة والدقهلية. نتابع. احنا النهارده موجودين في نقطه جديده في محافظه بني سويف، بنوزع اللحوم باسعار مخفضه. سعر كيلو اللحمه المستورد ب 185 جنيه، سعر اللحمه المفروم بقري ب 190 جنيه. بنحاول نتحرك جوه المحافظه، بنحاول نروح اماكن جديده، بنحاول نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اللي تقدر تستفيد بالاسعار دي. لليوم الخامس على التوالي معاكم في مبادره اللحوم حياه كريمه لاهالينا في محافظه بني سويف، مستمرين مع اهالينا داخل محافظه بني سويف. كيلو اللحمه النهارده ب 185 والفراخ ب 90 جنيه، وما زلنا مستمرين مع اهلنا في المبادره. انا النهارده ماما بعتتني اجيب لحمه من عند مبادره حياه كريمه بسعرها جميل جدا 185 جنيه، ويا ريت نكون هنا على طول كل يوم. ونقول الله يبارك لك يا سيسي، الحياه المبادره دي جميله جدا، ويا ريت تفضل اللحمه دي معانا على طول، ويا ريت تبعتها لنا للناس الغلابه والمساكين، الناس تاكل منها والحمد لله، لان اللحمه غاليه جدا جدا وما فيها ناس ما تقدرش تجيبها. يا ريت تخلوها لنا على طول، اللحمه دي تجينا هنا على طول. لحوم متوفره بقري وجماسي، لحوم مجمده برازيلي، الكيلو ب 185 جنيه للناس كلها. والله العظيم احنا سعداء جدا النهارده باليوم اللي نزلت العربيه طناح، من زمان ما سمعناش اي حاجه خالص نزل الطناح، فاحنا سعداء. المبادره اللي عملها سياده الرئيس مع طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بحياه كريمه ديت بتساعد طبعا اللي هو الانسان اللي ظروفه على قده اللي هو محدود الدخل. كنا اول امس في مدينه المنصوره موفره لحمه بلدي، والنهارده بعتت لقريه طناح عربيه 200 كيلو، الكيلو ب 185، وده سعر يعني لا يقبل المنافسه. يعني مبادره حياه كريمه جزاهم الله خيرا في هذه الايام المباركه، خاصه في شهر انتصارات اكتوبر، وطبعا جابت لنا في لحمه في طناح واجوار طناح. طبعا دي حاجه عظيمه، والتعليمات من السيد رئيس الجمهوريه، وحياه كريمه موجوده في كل البلاد، وموجوده النهارده في طناح، واللحمه ب 185 سعر مناسب جدا جدا للمواطن، وحاجه يشكر عليها السيد رئيس الجمهوريه وحياه كريمه. ربنا يخلينا الريس ويخلينا ايامه الحلوه
وناكل من تحت ايده ونشكره. الناس هنا لما عرفت المبادره العظيمه ديت كل الناس شايفين الاقبال. احنا في قريه هنا قريه يوسف كمال شبرخيت تبع الوحده المحليه محله بش، في اقبال كبير وعايزين الحاجات دي تكون اكتر. الناس باذن الله في خلال ربع ساعه مش نص ساعه الحاجه دي كان خالصه. والله مبادره كويسه وحلوه وجميله، واحنا بنشكر السيد رئيس الجمهوريه على المبادره ديت وعلى دعمه لمؤسسه حياه كريمه، مؤسسه محترمه، ونشكر كل القائمين على المؤسسه. والله مبادرة حلوة ونشكر السيد رئيس الجمهورية ولحمة رخيصة ومية مية والله. مشاهدينا إلى فاصل، نعود من بعده لاستكمال هذه التغطية. من جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث وصل دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم إلى محافظة الأقصر لبدء جولة تفقدية تشمل عدة مشروعات في قطاعات تعليمية وصحية وخدمية وسياحية. يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، والدكتور محمد إسماعيل خالد أمين عام المجلس الأعلى للأثار. استقبل رئيس الوزراء ومرافقه لدى الوصول إلى مطار الأقصر الدولي المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. هذا وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة بمحافظة الأقصر في صعيد مصر تأتي في إطار تحرك الحكومة الميداني واسع النطاق، والذي يستهدف متابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والمنفذة بمختلف القطاعات والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت دكتور مصطفى مدبولي إلى أن جولته بالأقصر اليوم ستتضمن زيارة منشآت تعليمية وصحية من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بهذين القطاعين، نظرا لارتباطهما الوثيق بتحقيق أهداف التنمية البشرية وبناء الإنسان، باعتبار المواطن هو حجر الأساس لأي نمو اقتصادي وبناء مجتمعي ونهضة تنموية شاملة. شهدت العديد من المناطق في محافظة الجيزة إقبالا كبيرا من المواطنين على منافذ مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. حابب اشكر كل قيادات مؤسسه حياه كريمه وكل القائمين عليها لسعيهم واستجابتهم لمطالبنا، ان احنا حاولنا ان احنا ننزل العربيه اللحوم في مركز الصف هنا للتخفيف عن المواطنين، وبالفعل العربيه بتجوب المحافظه كلها واكثر من محافظه لتخفيف عن المواطنين اعباء المعيشه، واحنا النهارده بنبيع كيلو اللحمه المستورد ب 185، البلدي ب 310، الفراخ ب 90 جنيه. المؤسسه بتقدم حاجات جميله جدا ومن ضمنها عربيه لحوم، عربيه اللحوم دي مكونه من ثلاث حاجات، مكونه من فراخ، سعر كيلو الفراخ او سعر الفرخه بتبقى عامله 90 جنيه، سعر كيلو اللحمه، وده حاجه انا ما كنتش اتخيلها ان مؤسسه حياه كريمه بعظمتها ان هي تفكر في المواطن البسيط ان هي تخلي له سعر كيلو اللحمه ب 185 جنيه، كمان بنعمل، وده العرض ده مش ليوم واحد لا لمده 5 ايام، كمان بنعمل شادر لحوم، وشادر لحوم طازه مطبوحه بذبح اليوم ومذبوحه في السلخانه، كيلو اللحمه بيعمل 310 جنيه. احنا كنا عاملين اعلان من 3 ايام ان في لحمه، فالحمد لله عندنا اقبال كتير جه عليها، لان اللحمه موجوده عندنا في الصف ب 400 جنيه و 380 جنيه، وما فيش حد بيجيبها خالص يعتبر كده، فالنهارده فرصه حلوه جدا للناس المحتاجه. جايبين لنا اللحمه هنا ب 185 جنيه، وبنشكر مؤسسه حياه كريمه ان هم بامانه موفرين لنا اللحمه ب 185 جنيه، وهي موجوده هنا في ظل الاسعار الغاليه وكده، ان هي اصلا
غاليه جدا عندنا، وهنا ب 185 ولحمه كويسه جدا. وغير كده ان حياه كريمه مش سايبانا في اي حاجه، اللهم صل على النبي، عاملين مشاريع كبيره جدا عندنا وحاجه كويسه جدا. بنشكر حياه كريمه بتبيع لنا اللحمه ب 185، فاللحمه عندنا هنا غاليه جدا، فبنشكر حياه كريمه وبنشكرها على ما جايبها اللحمه ووجودها معانا في الصف. بنشكر مبادره سياده الرئيس على انه جاب لنا اللحمه هنا رخيصه ب 185 جنيه، ودي حاجه جميله خالص، وده شيء طيب في ظل غلاء الاسعار وفي الوقت اللي هو اللي احنا فيه دوت، دي حاجه جميله خالص ان هو يجيب لنا اللحمه لغايه عندنا بالرخص دوت. اشتركوا اللحمه ب 185 جنيه من مبادره حياه كريمه، اتمنى تبقى كده على طول، وان شاء الله جاي احسن من اللي رايح ان شاء الله، جاي خير. احنا النهارده في مركز الحوامديه نقطه مسجد جامع الشهداء، احنا النهارده بنبيع لحوم بلديه، عندنا لحم برازيلي، عندنا فراخ مجمده، بنبيع النهارده لحم ب 210 جنيه، لحوم بقري حيه، بنبيع النهارده اللحم البرازيلي ب 185 جنيه، الدجاجه ب 90 جنيه. ناس طالبه وشايفين زي ما حضراتكم الاقبال، برده النهارده اعتبر خلصنا في ظرف ساعه ولا ساعتين، وكميه الفراخ امبارح طلعنا حوالي 300 كيلو، بس طالبين الناس اكتر، لان النهارده مثلا الفرخه ب 70 جنيه، مؤسسه حياه كريمه بتطلعها ب 70 جنيه، لا يا فندم النهارده الفرخه الكيلو صاحي ب 90 جنيه، تصفي حوالي كيلو الا ربع، فالنهارده لما اديها للمواطن 70 جنيه صافي فرخه صافيه 1 كيلو، فطبعا الناس بصراحه، واحنا خدناها وجربناها في بيوتنا. مؤسسه حياه كريمه بصراحه اللحمه مخفضه وحلوه زي العسل، الله يبارك لهم. بنشكر حياه كريمه على اللحمه والفراخ والحاجات اللي مقدمه لنا دي باسعار مخفضه جدا. دوره بتتباع ب 350 ودي ب 210. اللحمه دي نظيفه وبلدي، وربنا يخلي لنا الراجل يا رب، ربنا يخليه. اللحمه كويسه جدا والله يبارك في الرئيس، عمل حاجات كتيره ووفرها للناس، برضه الناس ما عشتها على القد، ما حدش معايا يعني يجيب اللحمه اللي بره ب 400 جنيه، فهنا مخفضه خالص يعني. عبر الهاتف للمزيد ينضم الينا الاستاذ عبد اللطيف وهبه الكاتب الصحفي. استاذ عبد اللطيف برحب بحضرتك الى هذه التغطيه. يعني اهميه تواجد حياه كريمه بمبادره لتوفير اللحوم والدواجن باسعار مخفضه للمواطن المصري في نطاق واسع في الحقيقه من مختلف محافظات الجمهوريه في هذا التوقيت. يعني حضرتك هناك اليه من الاليات هي اتباع سياسه سياده المعروض من السلع الاساسيه، خاصه مثلا اللحوم، لكن كيف يتم ضخ هذه الكميات؟ لابد من خلال مبادرة، من خلال مؤسسة، من خلال هيئة، ولذلك هنجد هنا مبادرة حياة كريمة، يعني إحدى الآليات التي قام بتدشينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه الحكومة بضرورة متابعة هذه المبادرة. الهدف منها هو طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية، خاصة في المناطق والمحافظات التي لا يوجد فيها مجمعات مثلا استهلاكية أو شركات لتجارة الجملة أو خلافه، لكن هنلاقي أن المبادرة حياة كريمة يعني لها آليات أخرى من خلال جهاز الخدمة الوطنية، من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الزراعة، وكذلك وزارة الداخلية فيما يتعلق بعمليات طرح هذه السلع. طيب كيف يتم الطرح؟ الطرح يأتي من خلال أولا التقارير التي يتلقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول المعروض من السلع الأساسية في المحافظات، من كل محافظة يعني بيتلقى تقارير. التقارير دي بتبقى عبارة عن مش عايز أقول لحضرتك غرفة عمليات مثلا، هي بتبقى عبارة عن بتوضح بتقول والله سلع كذا موجود منها كذا، أو إن هي كافية الآن في هذه المنطقة، لكن نحتاج من سلع كذا كميات كذا لسد بقية الاحتياجات. ولذلك هنجد أن كافة المحافظات يوجد لها منافذ
للوزارات والجهات المختلفة الحكومية من خلال مبادرة حياة كريمة. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، أنت مثلا لو حضرتك مشيتي هنقول في القاهرة، في القاهرة تجولت بس في القاهرة في بعض المناطق الشعبية وخلافه، هتلاقي تقولي للناس مثلا فين حياة كريمة، هيقولك العربية بتيجي هنا الساعة كذا الصبح وبتستناها لحد الساعة كذا، سواء كانت السيارة المتنقلة أو المنفذ المتنقل تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو جهاز الخدمة الوطنية أو الزراعة أو خلافه أو أي جهة. يعني نقدر نقول أستاذ عبد اللطيف إنه المواطن بقى بيعول بشكل كبير على يعني المبادرات اللي بيقوم بيها أو بتقوم بيها مؤسسة حياة كريمة، بينتظر هذه المبادرات لأن هو بيشعر أن المبادرات دي بتكون تلبية لتطلعاته. هسمع إجابة حضرتك أستاذ عبد اللطيف، ولكن إلى هذا العاجل الذي ورد إلينا وفي ضوء قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالإشارة إلى التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص والتفتيش وتقييم الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات الرياضية عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا يتضمن التوجيه للجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورا في إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية. يأتي ذلك في ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالي والإداري والفني لجميع الاتحادات الرياضية، فضلا عن وضع إطار محكم لكافة مفرداتها. من جديد اعود للاستاذ عبد اللطيف وهبة الكاتب الصحفي. استاذ عبد اللطيف، كنا نتحدث عن فكره ان المواطن بيشعر ان حياه كريمه بتشعر بمتطلباته وبتلبي احتياجاته بشكل كبير. طبعا، ولذلك هنجد مثلا دايما في الدول اللي هي في زي الحاله المصريه، دايما اما بيكون فيها برامج يعني إصلاح مالي وهيكلي واقتصادي وإصلاح في كافة الوزارات والهيئات وخلافه، دائما ما تعتمد نوع من شبكة الضمان الاجتماعي، لابد من الاعتماد عليها، اللي هي شبكة الضمان الاجتماعي اللي هي المبادرات المختلفة اللي بتلعب دور كبير جدا في التخفيف عن كاهل المواطنين. ولذلك هنجد ان مبادرة حياة كريمة، لو حضرتك شفت السلع او زي ما عرضته في التقرير، ان الناس دايما بيتوجهوا بالشكر الى القيادة السياسية الى الحكومة، خاصة وان الاسعار في متناول يعني اليد، ليست كالأسعار التي يتم انتهاء بها لدى القطاع الخاص مثلا على سبيل المثال. ثانيا، كلما زاد المعروض من السلعة وسدت حاجة الطلب، ده معناها ان بيبقى في نوع من السيطرة كمان على الأسعار. اما اذا انخفضت السلعة وزاد الطلب، فعادة ما ترتفع الأسعار، ولذلك هنجد ان الحكومه دفعت العديد من المنافس المتنقله في المناطق الريفيه او في المحافظات التي لا يوجد بها مجمعات استهلاكيه او شركات تجاره جمله او تجزئه او خلافه. المنافس المتنقله اصبحت هي ايضا اليه اساسيه في مبادره حياه كريمه. نعم، طيب ما المنتظر من حياة كريمة في الفترة المقبلة أستاذ عبد اللطيف؟ شوفي، الاستدامة أهم من الإجراء الخاص بفترات معينة، ولذلك هنجد مثلا على سبيل المثال لو حضرتك تلاحظي أن طوال العام المبادرة مستمرة. المبادرة مستمرة يعني إيه؟ يعني لم تعد قاصرة على الأعياد المناسبات وخلافه، لا، هي مستمرة طوال العام. وأعتقد أن هي
البديل الأهم والأصل والمناسب للمواطنين في الوقت الحالي فيما يتعلق بعمليات توزيع السلع الأساسية. السلع الأساسية طبعا كثيرة، بس احنا بنختار منها دلوقتي اللحوم. اللحوم ليه؟ لأنك انت عندك الآن مخزون استراتيجي من اللحوم سواء كانت الحمراء أو البيضاء حوالي يكفيك تقريبا ما يقرب من سنة، 11 شهر. 11 شهر دي نسبة عالية. معناها ايه؟ معناها ان كل مطالب السوق وكل مطالب المنافس المتنقلة وحتى مطالب المواطنين يتم تلبيتها، وده يلعب دور كبير جدا في عمليات ضبط الأسعار. نعم، أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عبد اللطيف وهب الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. وشهدت أنحاء المحافظات إقبالا كبيرا من المواطنين على منافذ مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، كما أشاد المواطنون بجودة أنواع اللحوم والدواجن. احنا موجودين النهارده في ميدان المحطه مدينه السنبلاوين في المبادره الكبيره اللي بتقدمها مؤسسه حياه كريمه، وهي تقديم اللحوم بسعر مخفض وبجوده عاليه للمواطنين. احنا يعني لاحظنا توافد كبير جدا منذ اللحظات الاولى، المواطنين يعني يتوافدوا على شراء اللحوم، لان ده يعني جاب سبب حاجتين، ان احنا اخترنا مكان حيوي، ان احنا في وسط البلد في توافد كبير جدا من المواطنين، وسعر اللحوم وجودتها بصراحه يعني هم اشادوا بيها جدا. احنا موجودين في مركز سنبلاوين، زي ما حضرتك شايف اقبال شديد خالص معانا في مؤسسه حياه كريمه، مقدمه للشعب حاجه بتدعم الناس يعني عشان الاسعار، وعامله انخفاض شديد قوي في الاسعار. فانا بشكر مبادره سياده الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادره حياه كريمه، وحاجه جميله كيلو ب 185 جنيه اولا حاجه كويسه. انا مش هاخد لبيت الولاده حاجه مش كويسه، فانا بعد ما اتاكدت وشفت الحاجه عجبتني، حاجه جميله قوي جدا. لحمه حلوه ونظيفه، وخدتها قبل كده وطبختها وجميله جدا، يعني سعرها معقول ومتناول الايد يعني. المبادرة عبارة عن توفير اللحوم والدواجن للشارع السويفي، وبالتالي نازلين بأسعار كويسة جدا في بحيث يليق مع المواطن السويفي. سعر الكيلو اللحمة 185 جنيه وسعر الدواجن 90 جنيه. الحمد لله الشارع السويفي فرحان جدا بهذه المبادرة. النهارده احنا متواجدين في بني سويف في موقف محي الدين لتوزيع اللحوم والدواجن على المواطنين. النهارده الأسعار مميزة جدا، سعر اللحمة كيلو ب 185 جنيه، الفراخ ب 90 جنيه. النهارده المبادره بتوجيهات من السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. انا والله انا كنت معديه لقيت حياه كريمه بتبيع لحمه حلوه وسمعت عنها كتير، اول مره اجيب منها، بس جميله الناس كلها بتشكر فيها، خدت منها. كنت سوا تاكسي معدي صدفه لقيت ان المبادره كويسه تمام، وانا خدت منها. بس انا اتمنى ان الحاجه ديت يعني ايه يعني تكتر في جميع المحافظات، في القرى، في النجوه، في حاجات زي كده. هي المبادرة ده اليوم الثالث ليها في محافظة البحيرة. أول يوم كان مركز وادي النطرون ومركز أبو حمص، وكان فيه إقبال شديد طبعا، وامبارح كان في مركز حوش عيسى في قرية علي بن أبي طالب، وبرضه كان فيه إقبال شديد والكمية خلصت في وقت قياسي. وطبعا زي ما حضرتك شايف إيتال البارود، يعني إن شاء الله الكمية مش هتاخد معانا ساعة زمن بالظبط، لأن الأسعار ما فيش منافس. الأسعار طبعا احنا بنتكلم النهاردة في اللحم المستورد الكيلو ب 185 جنيه، فرق كبير بين الأسعار عندنا المؤسسة عاملاها وبين أسعار التجار بره. المبادرة حلوة اللي عملها ست الرئيس والله. طيب انت يعني بتتمنى ان المبادرة دي تستمر على طول؟ يا ريت، هاتوا خمس ست عربات هيتاك برضنا. أسعار حلوة الحمد لله تمام. أرخص من بره بكتير ولا؟ أرخص من بره، ده بره بمره ب 400 جنيه. بره ب 400 جنيه. واللي معهوش 400 جنيه ما ياكلش. دي حلوة على قد الإيد وحلوة. هي أسعارها حلوة بالنسبة للحمة المستوردة دي جميل. لو تتباع بره ب 350، هنا بيبقى ب 185 جنيه، ده حلو خالص. سعرها حلو خالص مش غالي.
احنا النهارده لليوم الرابع على التوالي بتتواجد سياره مبادره بيع اللحوم المخفضه تبع مؤسسه حياه كريمه، طبعا متواجدين في حي الاربعين اللي هو امام سوق الانصاري. حي الاربعين من اكبر الاحياء في عدد الكثافه في محافظه السويس، جعلنا مكان ثابت وجعلنا كل المتطوعين بتاعتنا في جميع الاحياء بيعملوا على نشر ان المبادره موجوده هنا هو في حي الاربعين، وتتواجد الناس علينا اقبال كبير جدا. اللحمه هنا بنبيعها ب 185، لحمه كويسه الناس بتيجي تطالبنا بيها، جم برده قبل كده طالبونا بقى ان احنا نيجي هنا كل يوم عشان اسعار كويسه واللحمه كويسه جدا، فاتمنى ان احنا برده نقف هنا كل يوم عشان برده نقدر نساعد الناس ونساعد اخواتنا هنا في الحته، برده كل حاجه كويسه عندنا ما شاء الله عليهم. مؤسسه حياه كريمه يعني ناس تشكر بجد. اللحمه هي ب 185 جنيه يشكروا على اللي هم بيقدموه. طبعا بنشكر سيادة رئيس الجمهوريه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إلى هنا نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية، أشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.